بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسؤه. تعالوا نسمع ونشوف سؤال الحلقة. عندما جاع الإله رأى شجرة التين، فلما دنا منها لم يجد عليها تين لأنه ليس موسم التين، فلعن الشجرة. فلماذا ذهب للشجرة وهو على علم بأنه لا يوجد بها تين؟ ولماذا لعن الشجرة الإله الرحيم؟ مبدئيا كده الله حر في خلائقه يتصرف فيها زي ما هو عايز وحسب حكمته، وهو بيستخدم مخلوقاته الغير عاقلة عشان يعلم الإنسان العاقل. فلما استخدم الشيطان الحية مثلا لغواية الإنسان الله لعنها عشان يعلم الإنسان إن الخطية وسائلها بتقع تحت طائلة اللعنة. تاني حاجة، اللي حصل للشجرة اللي فيها ورق ومفيهاش ثمر بيعلم الإنسان إن اللعنة بتحل بالإنسان المنافق اللي بيظهر غير ما يبطن. ومن المعروف إن أوراق شجرة التين بتظهر مع ظهور الثمار المبكرة. ثالث حاجة، اللي بيستنكروا على المسيح اللي دايما بينطق بالبركة إنه ينطق باللعنة ما خدوش بالهم، ودي مفاجأة عزيزي المشاهد، إن المسيح ما قالش أبدا ملعونة أنت، ما لعنش الشجرة بهذه الألفاظ زي ما سبق قلنا ولعن الحية، لكن قال للشجرة خد بالك، قال إيه؟ قال للشجرة لا يأكل أحد منك ثمرا بعد إلى الأبد، فيبست الشجرة وانقطع إثمارها. شجرة التين المورقة عديمة الإثمار كانت رمز للأمة اليهودية اللي جاي منها الإله متجسدا، وللأسف رفضته. فاللي حصل مع التينة نبوة عن مستقبل الأمة اليهودية وإنذار للناس في كل عصر بأنهم لو ما جابوش ثمر القداسة والتقوى مش هينفع غير أن يقع عليهم دينونة الله العادلة. كمان اللي حصل أنه الشجرة إشارة إلى خراب مدينة أورشليم اللي تم فعلا وعاقب الله عليه الأمة اليهودية. عزيز المشاهد فكر في اللي قلناه، ومستنينك الحلقة الجاية، ومستنين أي سؤال عندك مهما كان عشان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسأل.